أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها باستقبال الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لملك الأردن عبد الله الثاني إلى مصر. وعبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضافت السيدة انتصار السيسي أن الملكة رانيا قرينة عاهل الأردني درست وتخرجت في إحدى الجامعات المصرية.